كيف خيمت بالتلج تعو خبركن. وصلنا على مطرح كان آخر شي بيقدر عليه الباص، فركبنا بالبيك أب مع الغراض وفوق بعض. وصلنا على مكان التخييم، نزلنا الغراض وبعدها بلشنا الحفر تنعمل جدار عازل للهواء. وطبعا كفوا الشباب الشغل، فردنا الخيم ضقيناهن منيح بالأرض، نحطوا العوازل من تحت، سكرنا أطراف الخيمة بالتلج حتى ما يفوت عليها هواء. ولما صار الليل بردت كتير وكانت النار مش عم تشعل بسهولة، صارت بتنميل بأطرافي، فشعلوا لي غاز صغير واستخدمنا هالكيس في مي مغلية. وبعد ما تفيت طلعنا تعشينا منقوش على الصوبيا وتحلينا وشربنا قهوة. وإجا وقت النوم وهون الكارثة، فتنا بكيس النوم هو عازل للحرارة بس أنا بإيد بردانة، يمكن نمت شي نص ساعة وفقت بعمل حركة الإنستغرام، فتحت هالسحاب لشوف المنظر وطلع لي الطاولة. يلا الحمد لله المهم النية. وهلأ خبروني ممكن تتحدوا حالكم وتخيموا بالتلج أو ما نكون قدها.